السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم كيف تغير ايميلك في سناب شات وكيف تسوي له تأكيد. طبعا هذا الشيء انا مسوي له شرح قبل سنوات تقريبا، لكن الشرح كان طويل شوي لان كنت بنفس الوقت كنت اشرح كيف تغير كلمة المرور وكيف تسجل جوالك وكيف تأكد رقم الجوال الى اخره، لكن شرح لهذا اليوم فقط كيف تغير الايميل في سناب شات وكيف تسوي تأكيد للايميل. قبل لا ابدا بالشرح اتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. ندخل على سناب شات ونسجل دخول الحساب اللي نبيه احنا، وبعد كذا نضغط على هذه الايقونة من هنا، وبعد كذا نضغط على هذه الايقونة باللون الاحمر، وزي ما تشوفون الايميل باللون الاحمر نبي نخليه باللون الاسود. طبعا رقم الجوال باللون الاحمر، اذا تبيه باللون الاسود سجل رقم جوالك وبكذا يصير باللون الاسود يتوثق. احنا الحين اهم ما علينا البريد الالكتروني، ندخل على البريد الالكتروني من هنا ونشيل الايميل القديم ونسجل الايميل الجديد كمثال. هذا الايميل طبعا يقبل ياهو او تلوك هوت ميل اي شيء. بعد كذا نضغط على تابع. احيانا يطلب منك الرقم السري حق سناب شات، نجرب مع بعض. انا ما طلب مني بس احيانا يطلب منك الرقم السري، سجل الرقم السري حق سناب شات. بعد كذا يقول لك ارسلنا يعني بريد الكتروني عشان توثقه، ادخل على البريد الالكتروني وتحصل رساله من سناب شات. الان لما نرجع خطوه للخلف زي ما تشوفون الايميل تغير ولكن باللون الاحمر. نروح للايميل ونحصل رساله من سناب شات، نسوي تحديث، نسحب الشاشه تحت ونسوي تحديث للايميل. زي ما تشوفون هنا يقول لك سناب شات، ندخل على هذه الرساله الاولى، وبعد كذا يقول لك تاكيد البريد الالكتروني، ننزل تحت يقول لك مرحبا، يحطون اسم حسابك، يقولك شكرا لاضافه عنوان بريدك الالكتروني على سناب شات، نرجو تاكيد البريد الالكتروني عندنا. ما علينا من الكلام هذا كله، نضغط على تاكيد البريد الالكتروني باللون الازرق، نضغط عليه وبعد كذا راح تفتح لنا صفحه ثانيه، ننتظر ونشوف مع بعض. يقول لك تم التحقق من عنوان البريد الالكتروني. لما نرجع الى سناب شات زي ما تشوفون صار باللون الاسود، البريد الالكتروني صار باللون الاسود، وبكذا توثق البريد الالكتروني، واي مشكله تصير معك بالحساب راح تحلها عن طريق هذا الايميل. اشكركم على المتابعه وفي امان الله.